اكتمال نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور بعض النواب المستقلين قد يعزز موقف التحالف الثلاثي في المضي قدما نحو كسر الثلث المعطل الذي يريده الإطار التنسيقي لعرقلة مشروع الأغلبية الوطنية. حقيقة اليوم جميع الكتل السياسية التي تنوي ترشح إلى رئاسة الجمهورية وتنوي تمرير جلسة التصويت على رئاسة الجمهورية تتجه أنظارهم صوب المستقلين. المستقلين لهم رأي الذهاب إلى مع الكتلة التي ترمي التفاهمات وترمي بالذهاب إلى العراق إلى بر الأمان، ترمي إلى الذهاب إلى الكتل التي ترغب باستقرار العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا. نحن اليوم في رحاب أحلام الإطار التنسيقي في كسر نصاب الجلسة القادمة أو عدم حضور المستقلين، هذا ما يلعب عليه الإطار لكسب بعض الشخصيات المستقلة من أجل تمرير مشاريعهم ليكون ثلثا معطلا، إلا أن المؤشرات تشير أن النواب المستقلين قد يميلون إلى حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. قضية حضور المستقلين البرلمان هي لا تشكل فارق كبير، لأن المستقلين يصعب التفاهم معهم، كثير من الجهات تريد كسب المستقلين من أجل تمرير مشاريعهم، ولكن المستقلين يبقون أفراد وليس لهم رؤية متوحدة وليس لهم موقف واحد، وإنما هم يعني لهم مشارب شتى في العمل السياسي، لذلك يصعب الاتفاق معهم على هذا الأساس وتمرير أي مشكلة. هناك أطراف سياسية أكبر ولها ثقل سياسي هي التي تحسم الموضوع. الجلسة القادمة تبقى قاب قوسين أو أدنى، أما السير نحو خط تشكيل الحكومة وكسب الرهان الذي وضعه التحالف الثلاثي أم تكون التبعات وخيمة على هيكلية العملية السياسية بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. من العاصمة بغداد، مهدي غريب، وان نيوز.